لم تنتهي مهمة الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في تحرير محافظة الجوف، بل ما تزال العمليات العسكرية مستمرة لتطهيرها كليا من قبضة ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح. المعارك الأخيرة نتج عنها سيطرة قوات الجيش الوطني على مديرية المتون المحاذية لحرف سفيان في عمران وأجزاء واسعة من مديرية المصلوب وكذا سلاسل جبال سدبا وسد العكيمي غرب المحافظة. وقال الناطق باسم المقاومة الشعبية عبد الله الأشرف إنهم سيطروا على جبال حام الأسفل حيث كانت تتخذه الميليشيا معسكرا لقواتها، مؤكدا توسع المعارك باتجاه جبال حام الأعلى والمناطق القريبة منه والممتدة إلى مديرية زاهر. المواجهة أحدثت خسائر في صفوف الميليشيا، حيث أعطبت المقاومة وقوات الجيش الوطني عددا من الآليات العسكرية واستولت على أسلحة مختلفة. ووفقا للمركز الإعلامي التابع للمقاومة الشعبية، فإن عددا من القيادات الميدانية لميليشيا الحوثي قتلت في المعارك الأخيرة، إلى جانب العشرات من المقاتلين القادمين من المديريات المحاذية لمحافظة صعدة معقل الميليشيا. وبهذا ما تزال الحرب ضد الميليشيا والقوات الموالية للمخلوع صالح في الجوف تتوسع يوما بعد آخر، فيما تزال عدد من مديريات المحافظة خاضعة لسيطرة الميليشيا، وهو التحدي أمام قوات الجيش والمقاومة الشعبية.